يا روتانا كلميني بقى على ولادك وهتقدميهم لنا وتقول لنا مامتك لما عرفت ان انت حامل كانت هي صغيره اصلا. كان في مسلسل ايه مع سبق الاصرار. ده كان مسلسل جامد برضو. كنت بصوره يعني هم جول التصوير. ما فيش، رحت لها التصوير وكنت جايبه لها الصوره بتاعت السونار كنت حاطاها في فايل، فبقول لها مامي امسكي يعني، قالت لي ده ايه ده؟ قلت لها بس افتحيه يعني، بس بقى وخلاص كده. عملت ايه؟ لا عياط بقى ومش مصدقه فرحانه جدا، عمال عيط واصوت وقفل عليا باب الاوضه عشان الناس بره ما تسمعش. وعمرها ما كان عندها مشكله انها كونها جده وهي صغيره ده يضايقها. لا خالص، بالعكس، لا خالص. على العموم احنا هنعرف اكتر عن غاده عبد الرازق، بس مش بس من بنتها انما من احفادها. لاول مره غاده عبد الرازق وبنتها واحفادها هيطلعوا لنا كل المستخبي. خلينا مع خديجه وجويريه. 9 سنين وعشر سنين. انتوا عاملين طقم ستايلينج. لا مش صدفه صح؟ قمر قمر قمر. انتوا بتقولوا لها كيتا ولا بتقولها ايه؟ غاده. بتقولها ايه؟ من فوق من على السلم. يا غاده دودو من امبارح. ايه يا حبيبتي عايزه ايه يا جوجو؟ هل بتاع فين؟ ليه كده يا ماما؟ زيلي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.